الناقد السينمائي الكبير سمير فريد، مبروك على التكريم قبل مهرجان دبي بدورة العاشرة. شو ممكن تقول لنا على هذا التكريم؟ أقول إنه فعلا شيء بيحدث لأول مرة يمكن في العالم كله، وده طبعا تشريف يعني من يعني مش بس الشخصي لكن للمهنة كلها، مهنة النقد السينمائي ممثلة في شخصي كواحد من النقاد. يعني الأمر المهم أيضا إنه هو جاي من دبي، الحقيقة إنه يعني دبي ودولة الإمارات عموما ودبي بصفة خاصة بتقود الحداثة في هذه المنطقة، يعني في منطقة الخليج قاطرة الحداثة، والحداثة أمر يهمني كمصري، يهمني كعربي، يهمني كمسلم. أستاذ سمير، مهرجان دبي أيضا بيحتفي بسنة العاشرة، يعني بعد عن أفلام هوليوود وقرر يحتفي بالسينما العربية، رأيك بهذا التكريم؟ ده الحقيقة دي هوية ثقافية، يعني وحتى مهرجان كان مثلا لما بيعرض أفلام أمريكية أو من أستراليا أو من أي بلد في العالم هو بيعرضها من وجهة نظر فرنسية، بمعنى أنه بيظل مهرجان فرنسي لأنه بيعبر عن الثقافة الفرنسية حتى في اختياراتها للأفلام الأجنبية. فمن المهم جدا أن يكون المهرجانات العربية عندها هذه الشخصية أو الهوية الثقافية الخاصة بها. فأنت بتعرض الأفلام، ما فيش أفلام بتستعرض في أي مكان في العالم إلا من وجهة نظر، يعني بيتم اختيارها، لأنه يعني إيه مهرجان؟ يعني أفلام مختارة بتستعرض في شكل برنامج، ما برنامج منطقي يعني أو نظام. فالاختيارات هنا هي الأساس، الاختيارات لازم تكون من وجهة نظر عربية أو من وجهة نظر إماراتية حتى. يعني حابة أتكلم على مهرجان القاهرة، راح ينعقد بالسنة المقبلة ب 2014، كيف شايف هاي الدورة من المهرجان؟ كيف راح تكون؟ راح يكون في تغييرات فيها، وشو اللي ينقصها بالضبط؟ والمهرجان أولا هيعقد في من 9 إلى 18 نوفمبر سنة 14 في الدورة 36 يعني. والمهرجان تشكل لأول مرة له مجلس إدارة، فمجلس إدارة يعني لم يعد المهرجان هو رئيس المهرجان باختصار، لأن يعني احنا كان عندنا تقليد كده في مصر إنه رئيس المهرجان حاطط المهرجان في جيبه وماشي يعني. فأنا الحقيقة رافض المسألة دي خالص، لازم يتحول إلى مؤسسة. المؤسسة معناها أول شيء مجلس إدارة، ومجلس إدارة له كل الصلاحيات، يعني بمعنى جميع الصلاحيات اللي المفترض إنها كانت في إيد رئيس المهرجان فقط أصبحت في إيد مجلس إدارة مكون من 14 شخصية، منهم 7 بيمثلوا رؤساء جميع الجهات السينمائية في مصر الشعبية والحكومية، غرفة صناعة السينما، نقابة المهن السينمائية، مركز القومي للسينما، معهد السينما، جمعية نقاد السينما، كل المؤسسات الشعبية والحكومية بلا استثناء. وفي 7 شخصيات مختارين من المخرجين والمخرجات اللي بيمثلوا يعني أكثر من جيل، لكن كلهم على صلة قوية بمهرجانات السينما في العالم. يعني يسري نصر الله عضو في مجلس الإدارة، تهاني راشد، ماجي مرجان، هلا جلال، سعد هنداوي، أحمد ماهر، أحمد عبدالله السيد. فأعتقد أن دي مجموعة من الشباب العصريين يعني والمخرجين أو من صناع السينما في مصر اللي يختلفوا عن الأجيال اللي قبل كده. فهذا المجلس هو اللي بيتخذ جميع القرارات بالنسبة للدورة القادمة. وطبعا العمل بدأ، يعني العمل بدأ ويبدأ من 9 يناير رسميا وينتهي في 9 سبتمبر الأفلام، والمهرجان يعقد في 9 نوفمبر إن شاء الله. الناقد السينمائي الكبير سمير فريد، شكرا جزيلا وكل التوفيق. شكرا جزيلا.